محمود عايز تتكلم على ايه؟ فاضل لي دقيقتين سريعا. امام عاشور كنا اتكلم سريعا. امام عاشور هو حلال العقد لمارسيل كولر وللنادي الاهلي، هو اللعيب الوحيد اللي في نص ملعب النادي الاهلي اللي ممكن تاخد منه حاجات كتيره جدا. يلا تعالى نتفرج على امام عاشور. نزل يا كريم، لعب 33 دقيقه، لمس الكره 41 مره. عاوز افرجك على امكانيات امام عاشور في الخروج بالكره، امام عاشور في الكي باس اللي بيعملها، امام عاشور في الاوفرات والعرضيات اللي بيعملها، بينقل ازاي اللعب والتميز الكبير عنده. بص هنا حسين الشحات طبعا لعب ازاي، هنا بص الكره دي تانية. امام عاشور عنده مساحه رؤيه واسعه جدا، بص الكره دي لعبها لبيرسي تاو، هو الوحيد اللي كان بيصنع خطوره للنادي الاهلي وغير شكل النادي الاهلي تماما في الشوط الثاني. هنا نفس الكلام برده بالمناسبه، ده طرد. بص يا كريم على السنس وهو بيلعب الكره، كريم فؤاد لبس الراجل الطرد اللي موجود. وفي كمان لقطه كمان معينه ومهمه جدا لامام عاشور في الخروج بالكره وفي المراوغه عنده واحد لواحد مميز. بص هنا كريم، كان مشكله دايما النادي الاهلي خروج بالكره اللعيب رقم 6. بص هو ممكن ناس تقول لك مزودها او ان هو رقص كتير وقعد يلف براجل كتير، هي دي امكانياته، هو ده اللي حتى محمد عبد المنعم الناس تتكلم عليه. بص نقل اللعب الناحيه الثانيه خالص، عمل هجمه للنادي الاهلي، ففي تميز كبير جدا من امام عاشور. فاضل معانا لقطتين فقط، كل ده حصل في 33 دقيقه. بص هنا برده الكره دي يا كريم متميز جدا، ان هو حتى كمان التسديدات، راجل شاط 3 تسديدات في 33 دقيقه لعب بيهم اكتر من اي حد في لاعبي النادي الاهلي. بص هنا الكره دي يا كريم، راجل مميز جدا. بص هينقل الملعب زي لبيرسي تاو، وكانت كره خطره جدا. هو اللاعب الوحيد اللي عنده حلول في النادي الاهلي. بننتقده ساعات ان البدني بتاعه ساعات ما بيبقاش افضل شيء، بننتقد ان هو عنده تفاوت كبير في المستوى بتاعه طول 90 دقيقه، ولكن هو اهم لاعبي النادي الاهلي في خط وسطه هو امام عاشور، اللي هو الوحيد اللي عنده كرياتيفيتي وعنده ابداعيه تطلع منه عن الخمسه اللي موجودين في نص الملعب.